مرحبا، اسمي زاهر صباغ من لبنان، انا حكيم اسنان. تعرفت على الامريكان اكاديمي اوف انتي ايجينج من رفيق اجى لهون قبله. بنصح كل واحد انه يجي لهون، لانه كل شيء يمكن ما بتعرفه ممكن تتعرف عليه هون. حتى لو ما عندك ولا معلومة عن البوتوكس والفيلرز حتتعرف عليهم هون. فبنصحكم كلكم انكم تجوا لهون. اول ما جيت لهون عادة بوتوكس والفيلرز ما كنت بعرف شيء عنهم، فبالهاندز اون بتصير حتى لو رجعت عيادتك فيك دغري تبلش ان يور اون كلينيك، دغري تبلش البوتوكس والفيلرز. اكيد بنصح كل واحد انه يجي لهون، لانه بالنهايه حترجع على عيادتك وتكون عارف كل شيء.